الحزب حتى على المجتمع المدني الامازيغي ديال اللي هو نسك التجارب اللي نجحنا في الطبع رسميه مازال على مدى انه خلال الاستفاضه الجريده الرسميه اكتوبر 2019 نورمالمون 6 شهور من بعد يخسر كل شيء سكر الاجراءات نسك في الطبع الرسميه. انت مازال شكرا. السلام عليكم، معكم عبد الحميد الويراني، عضو بالمكتب الجهوي للشبيبه التجمعيه بجهه سوس ماسا. اليوم حضرت مع اخواننا اللي في التنسيقيه الاقليميه لحزب التجمع الوطني الاحرار باقليم اكادير دوتنان لغرفه التجاره والصناعه في موضوع اللي هو من بين المواضيع المهمه اللي هو موضوع تفعيل الطابع الرسمي للغه الامازيغيه. اليوم حضرنا مع عده خبراء، منهم خبراء ورؤساء تاع جماعات ترابيه اللي عطاو مداخلات مهمه في موضوع تفعيل اللغه الامازيغيه داخل الادارات، كيفيه التحدث باللغه الامازيغيه مع المواطنين، اعطاء واحد الصبغه للغه الامازيغيه انها تكون مفعله بواحد الشكل اكبر من ما هو عليه حاليا. نتمنوا التوفيق للتنسيقيه الاقليميه في برنامج رمضانيات. في الحقيقه اليوم حضرنا لواحد اللقاء اللي هو زوين، واللي في الحقيقه موضوع نقولوا موضوع الساعه، خاصه في الترسيم الامازيغيه، وشفنا نموذجا في الجماعات الترابيه انه واحد الموضوع اللي اثار الانتباه ديالنا. يعني شفنا الجماعات الترابيه كلها بتجربتها وكلها بافكارها، وفي الحقيقه كاين واحد التطور اللي هو كبير في هذا الاتجاه ديال الترسيم الامازيغيه، خاصه اننا شفنا في الجماعات الترابيه اللي شفنا نموذجا كايت ملول ولا كاكادير ولا شفتو كايت باه ولا تيزنيت، انه عطاو تجربه اللي هي متميزه، خصوصا في البرامج اللي برنامج العمل ديالهم اللي عطاو واحد لاكسيون اللي هو ضروري في هاد في هاد في هاد الامازيغيه هذه. كما سمعنا في هذا اللقاء هذا انه كيعتبروا الامازيغيه او كيجسدوها تجسيدا في 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 التعريف المواضيع ديالهم ولا في التسميه ديال المنشات اللي كاينين في الجماعات الترابيه، وكذلك كيكون في الترجمه ديال لي زافيش كما كنقولوا ولا كذلك في البرامج اللي كيحطوا. وكذلك اخر حاجه شفناها انه كاين واحد الكتاب ديال اللي غيكون اليوم ربما في التوقيع ديالو باش ما ننساه، كذلك اللي الموسيقى ديالو الاخ رشيد اوباغاج، كذلك اللي غيعطي واحد الدفعه كبيره للجماعه الترابيه خصوصا في المصطلحات اللي كيخصهم في الامازيغيه. هذه بديرة زوينة واللي غتعطي واحد دفعة كبيرة كذلك الجماعة الترابية ولما لا في المغرب ككل. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.